رغم الطابع السياسي الذي غلبت عليه زيارة الحبر الأعظم إلى الأراضي المقدسة، إلا أن جولته اليوم حملت طابعا دينيا معنوان بالسلام ما بين الأديان، فيما حاولت الشخصيات الفلسطينية خلال لقائهم التركيز على أن الخلاف خلافا سياسيا وليس دينيا. الثقة هي لا شك جزء أساسي لحوار فعال. اليوم لدي الفرصة لأعيد أن الكنيسة الكاثوليكية ملتزمة في الطريق الذي اخترته في الجلسة الفاتيكانية الثانية لإعادة اللحمة الأبدية ما بين المسيحيين واليهود. في هذه الأثناء وجد الفلسطينيون بزيارة البابا إلى الحرم القدسي فرصة لإيصال كلمتهم، حيث سلم مفتي القدس بابا الفاتيكان رسالة من الشخصيات الوطنية والدينية المقدسية حول الوضع الفلسطيني العام وحول مدينة القدس بشكل خاص وما تواجهه من هجمة شرسة تستهدف الأرض والإنسان والمقدسات الإسلامية والمسيحية. رسالة القدس ورسالة الشعب الفلسطيني هي رسالة طالب الحرية، طالب العدالة، طالب الحق وتحقيق حقوقه المشروعة فوق هذه الأرض. من جهة أخرى، أثارت كلمة الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين في كنيسة نوتردام مرحبا بالبابا ردود فعل إسرائيلية غاضبة، وذلك بعد أن افتتح بكلمته التأكيد على أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية. وفي هذا السياق جاء عن الناطق بلسان الفاتيكان الأب لومباردي قوله أن أقوال التميمي لا تساهم في دفع الحوار الذي أتى البابا من أجله. قداسة البابا أناشدكم باسم الله الواحد الأحد إدانة هذه الجرائم والضغط على حكومة إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وإطلاق سراح آلاف المعتقلين من زنازين الاحتلال وهدم جدار الفصل العنصري وإزالة المستوطنات. وإن حاول الإسرائيليون إخفاء ممارساتهم في القدس، إلا أن البابا لن يجد فيها إلا مستوطنات منتشرة شرطة احتلالية تعيق عملية السلام التي دعا إليها قداسته، مدينة السلام التي تفتقر إلى السلام وليس في ناسها مسرة. من القدس المحتلة ربا الميمي لأخبار المستقبل.